كل الأجهزة الأمنية تشارك وتحاول أن تضع خطط تدعيم الاقتصاد، وإحنا شخصيا نشارك بهاي المؤتمرات في أعلى مستويات الأجهزة الأمنية، لأنه اليوم الجهاز الأمني له دور كبير جدا في الحفاظ على هيبة الدولة وهيمنة الدولة وفي تنفيذ القرارات وحماية الاقتصاد. الخلل عندنا أستاذ محمد هو في إدارة الدولة، سواء في القطاع النفطي أو حتى في القطاع السياحي أو القطاع الزراعي أو القطاع الصناعي. كثيرا ما تصدر قرارات، خلينا نكون إحنا منصفين، الدولة بعض الأحيان وإحنا نتابع هذا الموضوع تصدر قرارات من نجي نشوفها أنه هي قرارات ممتازة، لكن المشكلة عندنا في التطبيق، نعاني من مسألة التطبيق والبيروقراطية وفي مسألة الاجتهادات في تنفيذ القرارات، عائق كبير جدا. ومثل ما تفضل الدكتور، الموازنة اللي تجي عبارة عن خارطة الطريق لإدارة اقتصاد الدولة، عبارة عن أرقام وتمثل الجانب الاستثماري والميزانية التشغيلية، يعني ميزانية استثمارية وميزانية تشغيلية. زين، خلل كبير جدا. أستاذ رشيد، ايش قد بالمية من أرباح النفط تذهب إلى الشركات النفطية؟ يعني مو هي هاي والله، أتوقع بالعشرين 28 دولار أتوقع يعني حصة الشركات، وهذا مبلغ كبير جدا. جيد جيد.